ريفالينو. ريفالينو طبعا برضو من الناس اللي انضموا لعبوا اليوم السنة دي للهلال، والحقيقة انه ريفالينو اثر كثير. صحيح انه لاعب واحد مش هو اللي بيحقق الفوز، برضو معاه زملائه، ولكن كان لي وزنه في بين فريق نادي الهلال. واحنا على طريقة المعلومات على اللعيبة يكفينا انه نعرف من يومين كان الزميل عبد الله الضويحي كاتب في الجزيرة يوم الثلاث في صفحة الأسبوعية في منتصف الأسبوع، كان كاتب موضوع عن ريفالينو قديش ياخذ. ريفالينو ياخذ راتب من الهلال في الشهر 64,000 ريال، يعني لو شلنا الأربعة وقسمناها 60 على عدد الأيام في الشهر بتطلع حسبة جامدة. نرجع نقول الاتحاد بيمثلوا علاء رواص وعطية المالكي وسعد بريك وعيسى خواجه وحامد صبحي، دول بيلعبوا في خط الظهر، وعبد الله الحربي وسعد الدوسري وعثمان مرزوق بيلعبوا في الوسط، وتوماس وبوكير وعيسى حمدان. مباراة ريفالينو طايح في الارض في جسنب بالنسبة للفريقين. كرة مع ريفالينو مع حامد، الاثنين بحاولوا بعض وياخدها حامد وخطأ. ريفالينو بيشرد عن حامد لانه المره اللي فاتت اعتذر له، الحكم طبعا بيقول له خلعت كديسته، فبيقول له العب الخطا، بيعملوا حائط. عيسى وعطيه وتتلعب وعاليه وتعلى القائم. عارفين الهلال مدربه زجالو بيلعب العمده ريفالينو، بيشوط شوطه عرضيه قويه، اها تطلع برا. نشوفها تاني، يديله هي العمده وشوطه قويه وتروح هناك برا. صح حامد، ترجع لصالح تاني، سايبها ريفالينو وقدامه توماس. ريفالينو هيلعب من بعيد بشوط وسايبها على ريفالينو، بيلعب كرة طويلة قدام ايمن ريفالينو وقدامه توماس، والعمده يرجعها مره ثانيه بالشوطات اللي من بعيد كده وبيسجل منها اهداف زي ما شفناها في كذا مباراه. هيلعب بيلعب كره ناحيه المرمى ويسجل ريفالينو الهدف الاول. وبعد دقيقة واحدة وخمسين يعني 55 ثانية، يعني حصلت لها دقيقة ونص دقيقتين الا ربع. ريفالينو ماشي، ريفالينو وخطأ على الغراب. اديها، انا تتذكروا في اول الحديث قلت ان ريفالينو يوم ما جاء للهلال وصلهم لبطولة الدوري، وخاصة في المباراة الأخيرة اللي كانت بين الهلال والنصر، وهو اللي سجل الهدف اللي وصل به الهلال للدوري الممتاز.
ودي لازم هيلعب له هي العمده اذا كان ريفالينو اللي هيشوط، لانه ضرب وفعلا بيلعبها وبيشوطها، لكن تيجي جنب القائم وتطلع بره. عمار بيبدا هجمه للهلال وفي هجمات بدات تصير سريعه، ترجع الكره لريفالينو من فهد مصابيح للنادي، بيرفع ناحيه المرمى وطلعها. الكره كانت بتتحرك بيقول له العب كره، يقول له الكره بتمشي من حركات يده طبعا ريفالينو شايفينها. بيرفع ويخش يجيب الامام من الخلف من هناك وترجع كره ثاني وبتتشاف ويشوف الامام بيلعبها هناك ناحيه فهد مصابيح لريفالينو ثاني ويصفر المرزوق ويقول فيه خطا. حامد صبحي اللي كابتن الفريق اللي يلعب في خط الظهر. ريفالينو بيلعب كره ناحيه المرمى ويطلعها عيسى ويشيل ريفالينو، عيسى معاه ويفوت ريفالينو لكن يرجع للخلف مره ثانيه ومعاه عيسى يحاولوا يكسبوا الوقت. ريفالينو فاضي ويلعبها قدام لنجيب الامام وفي الباب. ريفالينو هنا استلعب الكرة هذه تروح لريفالينو فاضي ويديها لنجيب اللي كان فاضي ولعبها برافو بهجمة ويبغى يكسب الوقت لأنه احنا فاضل على نهاية المباراة 6 دقائق وريفالينو كان فاضي وعمار لكن يديها ريفالينو ولعبها طويله هناك ريفالينو ناحيه السلطان نجيب الامام رجعها ريفالينو. ريفالينو مع الكوره ويفوت من عطيه وداخل منطقه الجزاء ولعبها بالعرض ويطلعها عيسى. شفتوا ريفالينو يموه كيف بجسمه هنا وعادي تطلع ضربه ركنيه لفهد مصابيح لريفالينو تاني ريفالينو اللي يفضي نفسه يلعبها مصابيح ريفالينو ينزل سعود جستنيه نمرة 15 محل 7 اللي هو ابو سمره. يلعب ريفالينو كوره بجون يقدم في القائم في العارضه. شوفها تاني ريفالينو بيأشر بيده على اساس انها كورنر. شوفوا ماشيه وصدمت وطالع لها هنا الرواس وحاطط ايده. و13 ثانيه و14 سارت العمده ريفالينو ويديها للعمار لكن تروح لريفالينو. ريفالينو هو الغراب ويطلعها برا. هيجي عيسى خواجي من الاتحاد وهيوقف طبعا.